أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد. معلومة مهمة أود أن أتقاسمها معكم في فيديو اليوم، وهي تقديم بذور الحلبة أو منقوع الحلبة لطيور الكناري، وخصوصا للأنثى الحاضنة. لماذا؟ لأن الأنثى بعد وضعها للبيض وبعد حضنها لثلاثة أو أربعة أيام متواصلة، فإن ذلك الوسط أي العش يصبح يعني مكانا خصبا لتكاثر الفرش، وهو ما يضايق الأنثى ولا يجعلها يعني تجلس في العش، وستلاحظ أنها تخرج وتترك البيض وستستغرب لماذا. ببساطة لأن الفرش يمص دمها ويضايقها بشكل كبير. لذلك فإني أقوم بتقديم منقوع الحلبة. لذلك فالأنثى عندما تشرب الماء يعني المضاف إليه أو حبوب الحلبة في الماء، فإن جسمها يقوم بإفراز رائحة كريهة، تلك الرائحة يكرهها الفرش وتنفره من جسمها ببساطة، ونتيجة مضمونة إخواني. شكرا لكم على المتابعة، المرجو الاشتراك ودعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله.